مسؤول على هذا الفوضى اللي كتوقع في التيران. 50% ديال الجمهور 50% ديال الجامعه اللي كتخلي هاد الناس يدخلوا هاد لي زينيور. كنقول لهم ديزينيورون مونجو لابيل ديزينيورون. حشومه هادشي دير وعندنا تاريخ في الكره القدم، حشومه هادشي يديروا في التيران. سي اونتو، خاصها تحاسب على هادشي، وحتى الجامعه خاصها تحاسب على هادشي، حيت الجامعه كتخلي دري صغار كيدخلوا القرعيه، كيدخلوا بزاف ديال الحوايج لي بومب، فهمتيني؟ الحجر، منين جا الحجر باش يهرسوا الطوموبيلات؟ دونك إذا كان باريير وكان كل شيء اون اورد، لا اون فا اتر سي بيان سيفيليزي، بيان على هوتور. مي يا دي جون كي سون بيزار اللي كيمشيو للتيران وكيديروا هاد الفوضى وهاد الشيء. سا سي اونتو بالنسبة للمغاربة، سي اونتو. كانت الكرة من بكري وقبل ما تكون قاعد كازا، ما كانت أصلا قاعد هاد كازا، إيفنت ما كانش كيوقعوا المشاكل. علاش بالضبط ولاو هاد الشركة كيوقعوا المشاكل؟ دابا المشكل فين كاين؟ في الجمهور هو الأول. أنا وقع عندي الورقة وكان زحام، ما خصنيش ندخل، أنا ما خصنيش نتزاحم، ما خصنيش ندير فوضى. فهمتني؟ بغيت نقول لك ماشي التيران عامر، وأنت واخا نقولوا عندك ورقة، أي ظلم كنت عندك ورقة، ولكن ما نديرش الزحام باش ما نقصش عباد الله. بغيت نقول لك ماشي نبقاو المسؤولية ديما في كازا إيفنت، حتى الجمهور كيتحمل المسؤولية. خاص الجمهور هو اللي يصبغ يدير راسه، هو كازا إيفنت هو اللي خصو يقاد راسه براسه، ما يتنساش شي واحد، ما عمرش واحد ما كينظم شي واحد آخر. هذه المشاكل هذه ديال هاد المراهقين هادو غنبقاو عايشين في الدوامة. دونك خاص الجامعة تفكر، هادشي راه عاشت في ملاعب أوروبا في التسعينات وخرجوا من هاد المشاكل هادو. قال زارك شتيهم الناس كيفاش موش يستر خاسرة بسبعة، وماتش اللي جاي بس كيتفرج عادي وكنحط لعب، وانت تجي هنايا ولاو عندنا هنايا مسرح ديال الإجرام ولا عادي هادشي ما كيطيحوا الرواح ودربنا حنا راه 8 شهور دابا واش هاد الفريق ما كيسيبورتي حتى فرقة خوه جايب المشاكل حتى عنده. دونك جاو ليه 20 واحد ضربوه ومشاو. ولينا كنعيشوا في عهد ميليشيات حقيقية عن جماعات في الواتساب وكذا كيتحركوا. هادشي خاص الجامعة وزارة الداخلية دير له حل، والناس اللي غيرزعوا الناس بعقول ويدخلوا الملاعب يديروا لهم الكارطات ومنعوا المراهقين إلا بغيتو تدخل. أما كازا قلت هذيك راه مكلفة التدبير ديال سميتو، راه كتاخذ البورسونتاج الأرباح ديالها في الشركة، كيعرفوا الأرباح ماشي غادي ينظم لك هو خارج الملعب، وحنا كنعرفوا هذاك الشيء المشكل منين جا. هذيك المرة آخر ديال اللي تفرجت فيه 6 سنين دابا عندي الورقة ديالي ونقصت، أنا نقصت الورقة بجيبي، قلت أنا نقصت على سنة تيران عمر اللي بان سدو. دونك ملي كيجي واحد مسؤول وكيبقى يجمع لي بي وكيعطيهم واحد آخر يمشي يبيعهم، هذاك اللي مقطع مسكين شنو ما يدخلش. دونك الفوضى راه من عندهم هما، هذوك الناس المنظمين هما اللي كيديروا الفوضى، هما سبب هاد الدرية الضحية، هما سبب هاد الجوبة. الشركة المنظمة ديال كازا ايفنت هي اللي المسؤول الكبير على هاد المشاكل اللي كيوقعوا في التيران. فمن العيب والعار هذه 2023 وباقي كنشوفوا بحال هاد المسائل هذه كطرف في معلمه كبيره بحال مركب محمد الخامس. هاد الشيء راه عيب وحشومه، ما بحال هادشي كاع ما خصنا باقي نشوفوا مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما كاينش اللي كيحاسبهم بحال الناس اللي معنيين بالامر، ما قايمينش بالواجب اللي خاصهم يديروا. مسؤول الناس اللي كينظموا اول حاجه، باسكو لا جيستيون ماهيش جيستيون على هوتر، ماهيش جيستيون يعني اللي نحبوا حنا نقولوا بها انها راه تمشي بيان وتمشي مليح. الناس خاصهم اعاده النظر، فاش نقول لك والله النيفو ديالهم الله اعلم فين وصلوا بصح. اش نقول لك؟ لا مشكل كبير عليهم بزاف، لا جيستيون كبير عليهم بزاف، خاص اعاده النظر في هذا المشكل هذا. ونتمناو خير ان شاء الله باش يكون التيران تمشيو مليح، الماتشات تمشيو مليح، ميم لي تيكي ميم ماشيونال ما يكونش، ميم بزاف د الحوايج ما يكونوش، وهادشي كيعكرنا في البلاد كيقاسنا بزاف كاع.